وحده من الفرماسيات اللي فيهم بيرمانونس اليوم صيدليه المحكمه، ثلاثه ديال لي فارماسي فيهم بيرمانونس، صيدليه المحكمه، صيدليه المركزيه، صيدليه المستشفى. وكاين فروق بيناتهم، مسافات بيناتهم بين شارع افريقيا. احييكم، للاسف كتجينا الشمس في العين، لذلك كتكون شي الرؤيه واضحه بحال اللي كتكون الشمس في الظهر ديالك. ساحة بنو الخطيب، مقهى المنارة، جهت وتقابلها مقهى تروبيكانا. هاي فين كاين المطارب، كراسو هنا كذلك، هنا كذلك. هاد الشارع رائج بالأثاث، شارع سليمان رضا يروج بالأثاث. ها هنا كذلك، هنا اللي بغى داكشي ديال الطيور، داكشي ديال الكلاب، أغراس. هنا على اليمين السي علي أو عمر الحداد، عفوا الشاب ديالنا، مهتم بشؤون الكرة المحلية. وهنا التهامي كذلك، صاحب عقاقير ما شاء الله عليه، متفاني في العمل ديالو. كافي أنوال، ويقابلها كافي واد المخازن كذلك، مؤسسة الخاصة الوفاء. تحية للأخ الأمين، أي هنا مؤسسة الوفاء الخاصة على اليمين ديال القهوة دول المخازن. ندخلوا في الدريبة وكنجبروه أمانة، تحويل الأموال، حركة في هذا الشارع. هذا شارع سليمان رضا اللي كنا كنتمناو أنه يكون عنده نفس الاسم ديال الشارع الممتد له اللي وصل حتى المحكمة، شارع مالك بن أنس. كافي ساحة مكة سدت، شحال هادي لا ندري ما الأسباب. خصنا نسولو السي حميد السوسي اللي هو الآن ناديل في كافي الجزيرة في الجزيرة الخضراء، هو اللي غيكون عنده الخبر. أنا خدمت تما مدة. تحياتي أيها الأحباب، ساحة مكة، خلاص مكة، ساحة مكة هي هادي. هذا الشارع ابن خلدون، صيدلية ريحان. هذا الشارع الأنيق، الشارع الجميل، الرصيف الأنيق، الرصيف الجميل. دزنا البارح باللايف، شيرت علينا واحد السيدة كانت مهتمة وكانت متبعة. شوفوا الجمالية ديال هذا المدخل، هذا شوفوا ما شاء الله. يا ريت كل المنازل يكونوا بهذا الجمالية في الداخل المدخل. شارع ابن خلدون من أجمل الشوارع في المدينة، وكيحافظ دائما على النقاء ديالو، النظافة ديالو. على راكسي عقاقير ميريستات، مقهى لاراكسي. لا راه عرفناها، لا غاش وديك كسي كيفاش، كيفاش قصتها. شوفوا شوفوا على حلاوة، شوفوا على حلاوة، شوفوا على جمالية. الجهة الأخرى سكن قديم. أنتم في مدينة العرائش، لغش، لاراكشي. ساحة القرويين كنسميوها احنا ساحة الميريستات، انستيتي سيرفانتس، مؤسسة سيرفانتس.
نعرج على اليسار شارع عمر بن الخطاب، دكتورة لبنى أمزيان اللي ما كيعرفهاش. هاي لبنى أمزيان هنا في هاد التريبات، دكتورة في الطب العام. مرحبا. وكاين لبنى الصقلي في التجزئة الخضراء، حتى هي كاين دكاترة نساء، كاين دكاترة رجال ما شاء الله. هذه زنقة الجزائر، ها هي بومبية كاينة تما. الدورة باش نوريكم زنقة فلسطين، زنقة فلسطين والنصر إن شاء الله لفلسطين. هذه هي زنقة فلسطين، تحية ساكنة زنقة فلسطين. وعلى اليسار كنشوفوا هذه العمارة مكتوب فيها السماء، تحية لكل أخت سميتها سناء تبان عندي هنا. ها الوداية، ها الإعلان عندنا بالمجان أخوت، أتواب والخياطة، محل للبيع والشراء قديم كنعرفوه. وصلنا للجامعة الجديدة، مسجد الحسن الثاني، مسجد تشاط، ثلاثة الأسماء. ويقابلها صيدلية المسجد، الله يشافيه ويعافي كل مريض يا ربي كيتألم هذه اللحظة هذه، الله سبحانه وتعالى يرفع عنه ما ألمنا يا رب، قولوا آمين. تحياتي أيها الأحباب، أيها الأخوة والأخوات. الزنقة خصنا نسميها زنقة أقميم، ساكن هنا أقميم، أقميم الصديق ديالنا ساكن في هاد الدريبة، ها هي بالضبط. كنظن شارع سور الإشارة هذا، فيه مال الدواطب، فيه الشاورما، فيه حلويات، فيه الألبان والأجبان، فيه عزيز مول التليفونات. هذه الساحة كوليسيو، قهوة كوليسيو، الساحة الجميلة كوليسيو. كاين واحد السيد في هاد الزنيقة كيبيع داك الشي ديال الرواتب، أي حاجة تجبر عندك، أي حاجة كتخص الهاتف تجبر عندك. هو هنا في هاد المكان بالضبط، هنا حنا فوتناه. السيد عنده كل شي، كل ما تحتاجه لهاتفك. إوا الثمن، الثمن تفاهمو معاه خير إن شاء الله. هو يجر ما عنده شوية وانتم يجروا ما عندكم شوية، ومريضنا ما عنده بس، الله يكمل بخير.